وصول كبير حققه برنامج حيث الإنسان خلال شهر رمضان المبارك. ما هي خلفية وكواليس هذا النجاح؟ وما هي رؤية الداعمين لهذا المشروع خلال المواسم القادمة؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. خلال 30 يوما اجتهدت قناة بلقيس أن تقترب من شعارها الرئيسي حيث الإنسان عبر برنامجها الذي نفذته بالشراكة مع مؤسسة توكل كرمان الدولية خلال شهر رمضان المبارك. كانت فكرة البرنامج هي مداواة جزء من ندوب هذا البلد الجريح، الندوب التي خلفتها الحرب كبيرة وغائرة وتحتاج إلى ما هو أكبر من مبادرة طوعية. إلا أن أهم ما قام به برنامج حيث الإنسان الذي بثته قناة بلقيس هو تسليط الضوء بالصوت والصورة على مأساة الشعب اليمني الذي يرزح بين رحى الحرب منذ قرابة 5 سنوات، ولفت نظر العالم لحجم الكارثة الإنسانية التي تطحن اليمنيين. برنامج حيث الإنسان، كيف ولدت فكرته؟ وكيف جاء تمويله؟ وما هي الظروف التي رافقت إنتاجه وتصويره؟ وكيف تفاعل الجمهور مع القصص التي تناولتها الحلقات؟ وما مدى مستوى مشاركتهم في الجوائز اليومية؟ وأخيراً، هل سيكون هناك مواسم أخرى للبرنامج في المستقبل؟ كل هذا سنناقشه الليلة مع مديرة مؤسسة توكل كرمان ومديرة شركة بلقيس ميديا هنا في الاستوديو، فكونوا معنا. 31 حلقة و31 مشكلة و31 حلا، أوجه كثيرة لمأساة واحدة يعيشها ملايين اليمنيين ولا يلتفت لهم أحد. حيث الإنسان فعل ذلك من أجل الإنسان. حضرت بلقيس التي حملت شعار حيث الإنسان فأصبح عنوانا للبرنامج لتجسد وعدها الأول منذ انطلاقتها وإيمانها أنها صوت الإنسان اليمني في هذا التوقيت العصيب. حين أتتها الفرصة لتقترب أكثر منه عبر مؤسسة توكل كرمان، ذهبت إليه وكانت بجوار ألمه ومعاناته إلى حيث أوجاعه الممتدة على مساحة البلد بأكمله بسبب الحرب والنزوح أو الفقر وغياب الخدمات، وقدمت فرصة لمن كانوا يبدو وكأن الحياة قد خاصمتهم وكتب عليهم العيش على هامشها. مأرب، تعز، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، وعدن، وإب، وريمة، والضالع. حيث الإنسان لم يكن مجرد برنامج يعرض على الشاشة فقط، بل كان أملاً منذ البداية وعملاً يتوقع أن يترك أثراً على حياة المستفيدين منه. أثبت البرنامج أن المشاريع التي تغير واقع الناس يمكن إنجازها بموازنات بسيطة طالما كان الهدف الوحيد هو المساعدة. تفاصيل كثيرة غابت عن المشاهدين ولمسها فريق برنامج حيث الإنسان، سواء العاملون في الميدان أم فريق الإعداد اليومي. تنوعت المشاريع بين ترميم مدارس وإنشاء مراكز صحية ودعم لمستوصفات طبية وإعادة تأهيل للمخيمات ومساعدة في إيصال المياه أو بناء سد ودعم لبعض المشاريع الجماعية أو الفردية. على مدى شهر كامل عاشت شاشة بلقيس معكم قصصاً اختلط فيها الحزن مع الفرح، تعابير الوجع على وجوه الناس وابتسامات المستفيدين، ليبقى الأمل ووعد بأن نكون حيث الإنسان. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وكذلك أرحب بضيفتي العزيزتين هنا في الأستوديو، الأستاذة هنا صالح مدير شركة بلقيس ميديا، وكذلك الأستاذة مسك الجنيد المدير التنفيذي لمؤسسة توكل كرمان. مرحبا بكما. أهلا بكم. والبداية من عندك أستاذة هنا، كونك صاحبة فكرة برنامج حيث الإنسان، حدثينا بداية عن ولادة هذه الفكرة وكيف سعيتي كي تصبح واقعا ملموسا أمام اليمنيين. أولا أحب أن أقول أنه أي فكرة في العالم يعني تجد طريقها إلى نور، هي عبارة الفكرة نفسها هي 1%، 99% الباقية في المئة هي عبارة عن جهد. يعني
إذا كنت أنا أحضرت 1% في 99 هم اللي حققوها هو فريق البرنامج، هو أيضا رئيسة مجلس الإدارة اللي دعمت هذه الفكرة، وكل من عمل في برنامج حيث الإنسان سواء في اليمن أو في تركيا هم من حققوا هذه الفكرة وهم من عملوها يعني. فهم يعني هذا أولا. ثانيا، أي فكرة تكون مريحة في ذهن الإنسان دائما هي هاجس بالنسبة له إلا ما تأتي فرصة لكي تتحقق. وأنا بدوري أشكر كل من ساهم أنه حقق هذه الفكرة، ابتداء من الدعم من أستاذة توكل كرمان ومؤسسة توكل كرمان، أختي مسك يعني كانت هي ممثلة عن المؤسسة وهي أيضا كانت معنا خطوة بخطوة، أيضا طاقم البرنامج الذي عمل ابتداء من الأخ منصور النقاشي اللي منتج البرنامج، وأستاذ أحمد الزرقان مدير القناة، من وضعوا معايا أيضا خطوط هذه الفكرة يعني. ومرورا بالفريق اللي كتب الأفكار، اللي كتب القصص، وليس انتهاءا باللي عملوا في الميدان، وهم كانوا الأساس يعني، مدير المشاريع، مدراء المشاريع في اليمن، المتعاونين، وكثير كثير من المتعاونين الذي لم يذكر أسمائهم لأسباب أمنية يعني. لكن هناك فعلا جنود مجهولين، هناك أبطال مجهولين داخل اليمن، هم من عملوا على إنجاح هذه الفكرة. قبل أن ندخل في تفاصيل البرنامج أكثر أستاذة هنا، دعيني بداية أن أنتقل للأستاذة مسك، ونقترب يعني أكثر من مؤسسة توكل كرمان، وربما يعني السؤال الأبرز سيكون هو ما مدى رضاكم عن نتائج برنامج حيث الإنسان وما وصلتم إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعيني أقول لكل اليمنيين حيثما كانوا في الداخل أو الخارج كل عام وهم بخير، وإن شاء الله يعود العيد القادم وقد عاد الأمن والاستقرار لبلادنا وعاد المهاجرون وعاد النازحون إلى أماكنهم. نسأل الله أن يقترب الفرج لأبناء شعبنا بإذن الله. أيضا من هذا المكان دعيني أستغل الفرصة ونقول أيضا كل عام وسيدة توكل كرمان رئيسة مجلس إدارة بلقيس ميديا، قناة بلقيس، مؤسسة توكل كرمان، ونشكرها ابتداء على كل ما قدمته من دعم لنا نحن كفريق حتى نستطيع أن ننجز المهام الموكلة إلينا. بالنسبة لمدى الرضا، مدى رضا المؤسسة عن هذا البرنامج، في الحقيقة لم نكن نتوقع أن يحقق البرنامج هذا النجاح. أما لماذا، كانت الرؤية والخطة واضحة، لكن أنت تعملين في برنامج ينفذ في الميدان بكل ما في الميدان من تعقيدات هذا البرنامج، وفي فترة زمنية أيضا وجيزة كما ذكرتي. نحن نفذنا هذا المشروع في 11 محافظة يمنية، ما يعني أننا احتجنا إلى فريق ضخم كي نستطيع أن نصل إلى كل المستهدفين هناك، ومع ذلك استطعنا أن ننجز 32 مشروع على مدار 32 حلقة. استطعنا أن نشاهد تلك البسمات على وجوه الناس الذين كنا معهم طيلة الشهر الفضيل. ذلك الشعور الغامر في الحقيقة يعني أوصل لنا أحاسيس عميقة بالرضا، بل ويعني أعطانا دافع أكبر على أن يكون حيث الإنسان هو برنامج البرنامج الذهبي في المؤسسة وفي القناة، البرنامج الذي سنعمل جاهدين على أن يكون حلقة الوصل الدائمة بيننا وبين. سنتحدث عن الخطط القادمة البرنامج وللمؤسسة أيضا، كان نتعرف على أنشطتها أكثر، ولكن اسمحي لي فقط أن أنتقل بالسؤال للأستاذة هنا. أستاذة هنا، من حديث الأستاذة مسك قالت بأنه تم إنجاز هذا البرنامج في مدة زمنية وجيزة، كيف تغلبتم على هذه الفترة؟ نحن نتحدث عن مشاريع يعني تصنع في الميدان، تبتدئ من الصفر بعضها مشاريع ترميم بناء يعني، ونحن نعلم يعني المصاعب، خاصة أن هناك بعض المشاريع في مناطق نائية، مناطق جبلية، ويستمر إنجازها لأكثر من شهر في الوضع الذي يعني نتابعه. ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟
صحيح كانت إقرار الفكرة كان نوعا ما متأخر يعني، وبالتالي كان فريق العمل يقول إنه في استحالة لتنفيذ المشروع في رمضان يعني، أو إنه نحاول ننجز هذه المشاريع وعرضها تلفزيونا في رمضان، لأن هناك مرحلتين، مرحلة إنجاز المشاريع في الميدان ومرحلة إنتاجها تلفزيونيا، فكنا نعمل على طرفين يعني. لكن احنا يعني كفريق برنامج خضنا التحدي يعني، وكان جزء كبير من التحدي تحمله ايضا مدراء المشاريع في الميدان. كانت هي فرصه انه احنا حابين انه في رمضان نكون سعيدين بهذا الانجاز من اجل الناس يعني. احنا كان بالممكن احنا نعمل اي برنامج في رمضان، ننتجه تلفزيونيا يعني، ونعمل عوامل أخرى تساهم في ارتفاع مشاهدة هذا البرنامج ونحتسبه نجاح للقناة. لكن الفكرة كانت أنه إحنا حابين أنه هذا النجاح يكون له بعد كبير يعني. يعني أنا أعتقد أنه وأنت عشتي أيضا يا آسيا هذه مراحل التنفيذ، وأنت كتبتي إحدى الحلقات أعتقد أنه، وأنت ذكرت في أحد اجتماعات فريق البرنامج بأنه هذا البرنامج أعطانا أمل كبير يعني. العمل التلفزيوني خاصة الإخباري بنتناول مشاكل يومية، بنتناول اللي حاصل في اليمن، الوضع الإنساني، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي المتدهور، فكل يوم هذا بيأثر يعني على نفسية الناس العاملين في القناة. لأول مرة إحنا نتناول شيء فيه أمل، فكانت الروح اللي بيشتغل فيها فريق العمل كانت روح كثير جميلة. وهذا البرنامج تقريبا الوحيد الذي اشتغل فيه أغلب فريق قناة بلقيس وبلقيس ميديا يعني، عدد العاملين كان كبير جدا وأغلبهم كانوا متطوعين. احنا هم من اتوا بيطلبوا منا، احنا حابين نشتغل في هذا البرنامج. هذا البرنامج عاد الروح داخل القناه، وايضا يعني ايضا في الميدان كان هناك يعني حسوا انه ان هذه القناه اتتنا مش بس تغطي مشاكلنا وراحت يعني. هذا نعم تكررت كثير يعني، كم اتوا الينا قنوات وسجلوا تقارير ثم لا شيء. الجميل في هذا الموضوع انه كثير من المشاريع اللي احنا نفذناها كانت مشاريع هي بلقيس غطتها فيما يعني قبل يعني، تقارير اخباريه سابقا. ايوه تقارير اخباريه او حتى برنامج المساء اليمني نعم. تناول مثلا وعادت اليها حامله بعض الان. ايوه عادت القناه نعم. لاول مره بانه احنا الان نحمل لكم جزء من الحل، وفي بعض الحالات الحل كامل يعني. ولانه انت يعني القناه والعاملين في القناه عاشوا مع هذه الحالات لفترات طويله فاصبحوا جزء مننا يعني. احنا عارفين مثلا على سبيل المثال دليله يعني، احنا عايشنا قصتها وذكرناها في برنامج المسلمين ودائما، لكن الان انه احنا اول مره نجي لك يا دليله واحنا نبني لك بيت يعني، واحنا نعرف انه الكل تخلى عنك واحنا غطينا هذه الفكره. هذه كانت لها كثير مردود علينا يعني. الفكره انه احنا مش احنا بندور نسبه مشاهدات عاليه فقط، احنا بنحقق جزء من اهداف القناه يعني. فعلا حيث الانسان هذا هو شعار القناه، ولذلك احنا اخترنا هذا او بالاصح اختاره الاخ منصور النقاش، اختار هذا الاسم لانه فعلا هو كان التزام بالنسبه لنا من البدايه. واخترنا كثير من الحالات اللي غطتها بلقيس، لان احنا نعرف تماما انه هذا الناس في وضع جدا سيء ولم تمد من قبل يد المساعده لهم. يعني انا لم اكن اتخيل انه احنا حنوصل الى يوم نتكلم انه انتهى هذا البرنامج يعني. السعاده غامره كثير يعني. صحيح. واتمنى انه نصل الى وعود بانه لم ينتهي البرنامج ولكن نعم. سيبدا. وهذا الاخت نعم. اذا استاذه في معرض حديثك ايضا تحدثي انه برنامج حيث الانسان من اهم مشاريع مؤسسه توكل كرمان. يعني قبل ان نخوض في تفاصيل حيث الانسان، اطلعينا عن ما هي مشاريع المؤسسه، اين توجد بالضبط، ما الذي تقدمه؟ سأتحدث ولكن أريد أن آخذ مساحتي، فهذا السؤال صدري. يحتاج إلى إجابة طويلة. أولا دعيني أقول أنه دشنت مؤسسة توكل كرمان أنشطتها في مطلع 2017، بمعنى أننا حتى الآن يعني لم نزل نتجاوز السنتين. المؤسسة لحد الآن نفذت برامج بما يساوي أكثر من نصف مليار ريال يمني،
حتى أذكر العدد الرقم بالضبط حسب آخر إحصائية للبرامج التي نفذناها في الميدان في اليمن، 600 مليون ريال يمني نفذنا فيها أنشطة في الداخل اليمني خلال السنتين. إذن هذه المؤسسة تقوم بعمل جبار، أنا أشبهه بعمل دول رغم قلة الإمكانات، لأنه مع العزيمة والإصرار استطعنا أن ننفذ مشاريع بهذا الحجم. نحن في المؤسسة نعمل في ثلاث مجالات رئيسية، نعمل في التنمية، ونعمل في الديمقراطية وبناء السلام. بالنسبة للتنمية نحن نتعامل مع مفهوم التنمية كمفهوم شامل، كل ما يتعلق بحياة واحتياجات الناس سواء صحة أو تعليم أو مشروعات صغيرة، مواجهة ومحاربة الفقر. وبشكل عام نحن نختار المناطق المتضررة من النزاعات، فنحن نعمل في المناطق الأشد خطراً، في المناطق الأكثر احتياجاً، حيثما يحتاجنا الفئات الأشد احتياجاً وفقراً نحن نكون هناك. هذا بنظرة عامة. أما بالنسبة لبرنامج حيث الإنسان، برنامج حيث الإنسان برنامج نفذ بتكلفة إنتاجية سواء في الميدان، سواء على صعيد الإنتاج التلفزيوني أو على صعيد المشاريع، بما يوازي 150 ألف دولار إن لم يكن أكثر. هذا المبلغ يساوي تقريبا فوق الـ 120 مليون ريال يمني. إذن برنامج مقارنة بما يحتاجه الناس قد نراه صغير، لكن مقارنة بما استطعنا أن نحققه في هذه الفترة الوجيزة أنا أعتبر أنه برنامج كبير. ما سيجعله أكبر أننا نهدف بإذن الله، وهذه ليست وعود، هذه خطة يا أستاذة هناء، خطتنا للأعوام القادمة إن شاء الله وإلى العمر الممتد، أن نظل نعمل حتى يعود لهذا البلد أمنه واستقراره، حتى يصل الناس إلى مرحلة بإذن الله لا يحتاجون فيها إلى مساعدة من أحد. هذا ما نطمح إليه. الجميل أستاذة مسك أن يعني أثر هذه أو هذا المشروع كان سريعا، يعني لمسوه الناس من خلال متابعتهم، يعني أن تبدأ بعرض المشكلة ثم تنفذ الحل خلال تقريبا 31 حلقة أو مشروع. الأمر ليس بالسهل في ظل الصعوبات العديدة التي والتعقيدات سواء الفنية أو المادية أو يعني الأمنية، كثير من الإشكالات. ربما يعني من سيتحدث عن هذه المشاريع دون التنفيذ سيقول أنتم تحلمون، يعني لا يمكن عمل ذلك في هذه الفترة، وفي ظل وربما أنتم حرمتم أستاذة هنا من الوصول لبعض المناطق. كانت الفكرة أن تتواجد أو يتواجد حيث الإنسان في كل محافظة يمنية. كيف كانت آلية اختيار المشاريع، ولما يعني وجدت أكثر في بعض المحافظات ولم توجد في أخرى؟ في بداية كتابة الخطط العريضة للبرنامج والمشاريع كانت الفكرة أنه نحاول أن نوزع المشاريع بالتساوي بين المحافظات، وحاولنا فعلا احنا نوصل ونقسمها تقريبا حسب احتياج الناس أو حسب الكثافة السكانية، ولكن بحيث يكون لكل محافظة أيضا نصيبها من هذه المشاريع. للأسف ونحن في بداية عمل المشاريع ونزول الميداني وهذه التفاصيل لم نستطع أن نعمل في بعض المناطق، أبرزها العاصمة صنعاء. إحنا حاولنا ننزل عبر بعض الأشخاص، عبر بعض المنظمات، إن إحنا نعمل مشاريع. للأسف كانوا يقولوا إحنا نخاف، يعني الطالبة هي المؤسسة، مؤسسة توكل قناة بلقيس، إحنا لا نريد. هم فعلا أناس بحاجة يعني، وإحنا قلنا لهم ما فيش مشكلة، إحنا ممكن إحنا نفذ المشروع من دون ما نذكر كذا وكذا يعني. يقول لا، إحنا لو سمحتوا لا نريد أن نعرض أنفسنا يعني. فللأسف حرموا ناس في أشد الحاجة لهذه المساعدة. أيضا حصل أنه في ناس أنه إحنا دعمناهم ورفضوا التصوير، وما فيش أي مشكلة، إحنا لم نصور ولم نبث يعني هذه المشاريع، لأنه الناس تحفظوا على هذا، فما فيش أي إشكال، أنجزنا المشاريع من دون أن نحولها إلى حلقة تلفزيونية. أنت أيضا لو لاحظتي أنه خلال العمل التلفزيوني لتغطية هذه المشاريع حاولنا أنه أو بالأصح نجحنا في أنه
نحافظ على كرامة الناس المستفيدين من هذه المشاريع، لم نبتدل في تصويرهم ولا في نقل معاناتهم ولا في هذه الأمور كاملة. الفكرة احنا كنا نحاول ان احنا نتكلم انه في مشكلة معينة، ان في وضع ربما كان اغلب المشكلات مشكلات جمعية، ليست يعني ربما قلة من كانت هي مشاريع بالضبط فردية. يعني انا حين اتحدث عن مشكلة مخيم، قرية، صحيح، منطقة معينة، يختلف الوضع يعني بالضبط. يعني انت بالضبط، يعني احنا لما كنا بنتكلم عن مدارس، عن مراكز صحية، هذه مشكلة عامة. لكن الحالات القليلة اللي هي كانت حالات فردية، هي الفكرة انه حاولنا احنا نوصل انه ممكن بإرادة ومبلغ بسيط وبإخلاص وفعلا بإرادة حقيقية لمساعدة الناس، أنت ممكن أنك تعمل. الفكرة أنه إحنا تكلمنا فكرة حيث الإنسان، هي أيضا أنه المساهمة المجتمعية كيفية مهمة في مواجهة العقبات أو مضاعفات الوضع السياسي في اليمن. الفكرة أنه إحنا تكلمنا أيضا في المدرس الذي في تعز الذي حول بيته إلى مدرسة، تكلمنا كيف أنه لم يرح ضميره، أنه عدم وجود الدولة كان عذر يريح ضميره، لم بالعكس، هو هناك التزام أمام المجتمع، هناك التزام أمام الناس، خاصة موضوع التعليم. التعليم فعلا لا ينتظر، يعني إذا الحرب مثلا تكلمنا أنها انتهت مثلا بعد 15 سنوات، هناك جيل، هناك ملايين من الأطفال لم يأخذوا حظهم من التعليم. إحنا أمام كارثة فعلا، إحنا محتاجين في ظل الوضع، يعني حتى لو لم يتوفر الأكل في حده الأدنى، لازم أن التعليم يستمر. يعني التعليم ضرورة حتمية، والبرنامج يركز كثير على هذا الموضوع. يعني في أكثر من محافظة ربما تم ترميم المدارس، حتى في بعض المخيمات بنيت مخيمات صفية، يعني حتى لا ينقطع، فصول عبارة عن خيام وفيها فصول، نعم، حتى يستطيعوا التواصل أكثر. أستاذة مسك، يعني مشروع مثل حيث الإنسان ربما فتح المدارك لمشاريع قادمة، لأفكار جديدة. يعني تحدثيني عن ميزانية، يعني مقارنة بمؤسسة ناشئة أو بادئة، تعد كبيرة مقارنة بما تقدمه الدول وبما نسمعه من مبالغ، فهي أنجزت الشيء الكثير على الأرض. ما هي الأفكار التي توالدت لديكم؟ نعم، لكن دعيني أولا أعود بك قليلا إلى الوراء لأني لم أنهي حديثي السابق. دعيني أولا أعطي المشاهدين فكرة عامة عما تم تنفيذه في إطار هذا البرنامج في الميدان. كما أسلفت، هذا البرنامج نفذ في 11 محافظة يمنية: إب، تعز، عدن، ريمة، شبوة، حضرموت، الجوف، أبين، الضالع، لحج. فإذا هناك تنوع جغرافي كبير. هذه المشروعات قسمت إلى أكثر من مجال. نفذنا ما يقارب 12 مشروع في إطار المشروعات الصغيرة، تنوعت ما بين المزارع، المعامل ومشاغل خياطة، أكشاك، بقالات صغيرة. وتحديدا هذه المشروعات الصغيرة لماذا؟ لأنه نحن نجد فئة كبيرة من الناس بحاجة إلى العمل، هي ليست بحاجة فقط لتتسول أو أن تحصل على قوت اليوم، لكن هي بحاجة إلى أن يؤسس لها مشروع صغير لا تنفق فيه على فرد، وإنما تنفق فيه على أسر. أيضا نفذنا على صعيد مجال المخيمات، هناك نحن نعرف أن هناك ما يقارب 4 مليون نازح، يعني نزحوا في ظروف شديدة الصعوبة، لا يجدون مأوى يجلسوا، يعني يأون إليه. وبالتالي عملنا على صعيد المخيمات، كان العمل على هذا الصعيد بالنسبة للمخيمات التي تعيش أوضاع رديئة، زودناهم بخيام جديدة بكل مستلزمات هذه الخيام، بالإضافة إلى أننا أنشأنا أيضا مخيمات في مناطق كانت بحاجة إلى هذا الأمر. في إطار أيضا هذا المجال قمنا بإصلاح بعض السكنات، خاصة فيما يتعلق بسكن الطلاب، وبالمقابل أيضا كان هناك العديد من الجرحى كانوا بحاجة إلى سكن أو مأوى يستطيعون أن يأون إليه. وفي هذا المجال كما قلنا عملنا البيت للأخت دليلة، وأيضا الأخ جمال،
البيت الآخر أيضا لأحد الجرحى. جميلة الجريحة. جميلة الجريحة بطلع. جميلة بالضبط. على صعيد المدارس نحن نعرف يعني أن البنية تحت 80% من منظومة التعليم في البلد دمرة. بسبب الحرب هي خارج الخدمة، وبالتالي يعني كنا نتحدث عن 75% نسبة الأمية في اليمن، لك أن تتخيلي كم ستكون هذه النسبة. طبعا نحن نحاول أن نواجه هكذا مشكلة. كانت هناك فصول يحصلون على دروسهم تحت الشجر، قمنا بإنشاء فصول، قمنا بإعادة تأهيل بعض المدارس. في هذا الإطار تقريبا نفذنا 6 مشاريع. بالنسبة للمراكز الصحية، ونحن نعرف أيضا ما تعانيه المنظومة الصحية في إطار الحرب، قمنا بإنشاء وتأسيس 5 مراكز صحية يمكنها أن تقدم الخدمات في مناطق نائية للناس الذين يحتاجون إليها. نحن حاولنا أيضا بالنسبة للمستهدفين أن يكون هناك توازن بين النساء وبين الرجال وبين الشباب. حاولنا أن نوزع أيضا، ركزنا على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كان لدينا سواء مكفوفين أو كما قلت بسبب الحرب الأشخاص الذين حدثت لهم إعاقات. فحاولنا أن نوزع هذه المشاريع بين أكثر الفئات الأكثر احتياجا. كما أسلفت أيضا لا أنسى أن المشاريع بعد المراكز الصحية، أيضا كانت هناك مشاريع تزويد الناس بالمياه الصالحة للشرب. نحن نعرف أن كثير من الأمراض المعدية وخاصة الكوليرا التي انتشرت في البلد هي نتيجة غياب المياه النظيفة. تقريبا كان هناك مشروعين أو على ما 3 مشاريع، آبار مياه، خزانات مياه، توفير المياه الصالحة للشرب. وهذا أنت تعرفي أكثر من يعاني من مسألة المياه هي هن النساء، عليهن جلب المياه. يعني جلب المياه من أين؟ من مناطق بعيدة في ظل غياب وسائل مواصلات، في ظل مناطق جغرافية صعبة. وبالتالي كان أيضا لهذا الموضوع نصيب الأسد في موضوع المياه، أنه في البرنامج اللي تحدثنا في حريب الخزان الماء اللي تم تنفيذه، تكلمنا عن 3 فتيات سقطنا في البئر وهم بيحاولوا جلب المياه. فكان الحمد لله أول مرة أنه ينشأ لهم خزان ماء وخلاص، يعني مش مضطرين يروحوا للبئر. تفضلي مسك. إذا لو لاحظتم المشاريع هي مشاريع نوعية، مشاريع تلامس احتياجات الناس. أما كيف أتت فكرة هذه المشاريع؟ دعيني أولا ابتداء أن يعني أمام الكاميرا وأمام الجمهور الكريم أن أشكر السيدة هناء صالح. يعني الفكرة يعني لا تتخيلي أول ما ولدت الفكرة في رأسها كيف جاءت وطرحتها لنا في مجلس الإدارة، وهي بالمناسبة عضو مجلس إدارة المؤسسة. فيعني كانت تتحدث عن الفكرة وكنا يعني نحاول أن نتخيلها معها بنفس الشعور الذي طرحته. فيعني أنا أوجه لها الشكر من منبر قناة بلقيس. حينما طرحت الفكرة نحن بدأنا نفكر ما هي المجالات. يعني نحن حرصنا ألا تكون المجالات أيضا بعيدة عن مجال عملنا، وأيضا تلامس كما ذكرنا احتياجات الناس، وتلامس المناطق التي تعاني من النزاعات. فمن هنا يعني ولدت الفكرة. إذن أيضا كانت الفكرة أن تكون المشاريع نوعية. قدمت لكم كثير من الأفكار، ومع ذلك ربما تكررت بعض المشاريع أو لم ترد مشاريع خاصة مثل المدارس فيما يتعلق بالتعليم تحديدا. وأنت تحدثت عن هذه النقطة، ربما 6 مدارس تم ترميمها أو إنشاء فصول لها، وبميزانيات يعني جدا بسيطة مقارنة بالمبالغ المهولة التي نسمع عنها بعض المنظمات لتنشئ 2 أو 3 فصول ويتوقف العمل. حدثينا عن هذا الجانب. صحيح، الفكرة أنه فكرنا أنه كيف إحنا ممكن يستفيد أكبر عدد من الناس ويكون في أثر لهذا المشاريع اللي تتم. الحلم كان كبير والإمكانات كانت ليست بقدر الحلم. يعني
وإن كانت يعني هي أكبر موازنة لبرنامج في تاريخ بلقيس للأمانة. لكن فكان من ضمن هذه الأمور هي المدارس، لأنه مثل ما تحدثنا عن إنشاء فصول المدرسة اللي في مدرستين في تعز، كان الأطفال مكتظين في داخل الفصول يعني، وفي أحيان كثيرة وخاصة أيضا في مأرب وبعض المناطق كان يتم منع الفتيات من دخول المدارس لأنه ليس هناك فصول خاصة للبنات، فكان يحرمنا الفتيات يعني. فمن هنا كانت الفكرة في شبوة تقريبا، كان واضح نعم في شبوة في مأرب نفس الشيء يعني، حتى في مأرب كان صح تحت شجر بنات وأولاد ولكن في عمر معين، لكن أول مرة أنه البنات من صف سادس يدخلوا فصل كان بعد بناء الفصول في مدرسة حريب. جميل. الحمد لله. إيماننا أيضا بأن التعليم شيء مهم يعني، كنا نشوف أنه مثلا موضوع على مثلا موضوع المجاعة ما يعني صعب أن احنا نعمل حلول في هذا الموضوع، لكن احنا كان ممكن احنا نعمل حلول بأنه مجموعة من الشباب، مجموعة من الفتيات، أنه احنا نبني لهم مستقبل فقط لانه احنا نوفر لهم فصول يعني، يعني كان هناك في مدرسين، كان هناك في مناهج تعليميه، كان في بس كان ينقصهم فقط فصول يتم فيها عزل الفتيات على البنات حتى يرضى الاهالي لارسال الفتيات يعني. يعني وانتم تنفذون المشاريع يعني هي مشاريع دوله ان صح لي القول، الا تلاحظون الغياب شبه تام للدوله في هذا الجانب؟ يعني هناك من سيقول نحن في حرب، لكن للاسف الشديد دولتنا ليست يعني لم توجد يعني، نحن نتحدث عن تراكم ايضا يعني، هناك بعض المشاريع يتحدث عن المشكله ليس في الحرب فقط، من قبل يعني بعضها من بدايه التسعينات، بعضها من قبلها ايضا. في حلقه اذا المشاهدين تابعوا معنا حلقه مسيله الاحرار، احنا نفذنا مشروع المركز الصحي، كان اول مره في مسيله الاحرار اصلا انه يحصل فيها انه في مركز صحي، كان المرضى يسافروا اقل شيء 8 ساعات يعني، كان كثير من المرضى انهم يتوفوا قبل الوصول لاقرب مركز صحي. ناهيك عنه كان في ايضا وباء في تلك الفتره، فكان اول مركز صحي هو المركز التي اتت به المؤسسه واتى به البرنامج يعني. ففعلا هذه المناطق الدوله لم تكن موجوده، اما المناطق اللي كانت فيها الدوله موجوده فاصبحت زي محجر الازارق في الضالع، كان هناك مركز صحي ولكنه لم يعد في هذا المركز اي شيء يعني، مجرد خيار بالضبط. فقام البرنامج ايضا بتوفير مركز صحي وادوات وايضا المحاليل الوريديه لمواجهه مرض الكوليرا. نعم. اذا استاذه مسك، يعني ربما وانا مطلعه قليلا على كواليس البرنامج، لكن اود ان يعرف ايضا المشاهد، رصدت ميزانيه محدده لكل مشروع، لكن بعض المشاريع استلزمت أكثر وزيادة هنا وزيادة هناك حتى يكتمل، حتى تضاف، ربما تفاجأ البرنامج بتغير السعر هنا بكذا المنفذ يعني على الميدان، ولكن يعني الجميل في الموضوع أنه لم يرد أي مشروع طلبت له زيادة، وربما يعني تخلخلت الميزانية معكم في بعض المشاريع. يعني هناك بعض المؤسسات حدية في هذا، أنا لدي مبلغ معين وأود أن تنفذوا لي بما أستطيعه يعني أو بما قدمته، كيف تجاوزتم هذا؟ أعتذر منك اليوم كثيرا، لكن دعيني أخذ الخيط الحديث السابق من السيدة هنا. بالنسبة فيما يتعلق بسؤالك أن هناك الكثير من المشاريع تحتاج لها دولة في ظل غياب لهذه الدولة، أنا أريد أن أقول أنه نحن قد لا نملك حلول جذرية للمشكلة التي يعاني منها اليمنيون، أيضا لا نقدم مثل هذه الحلول الجذرية، لكن أن نشعل شمعة وهي بإذن الله ستكون أكبر شمعة من شمعة أفضل 1000 مرة من أن نظل نلعن الظلام. كثير من المشاريع يعني فيما يتعلق بمشاريع التعليم والصحة، هذه بنية تحتية، لكن ليس من المعقول أن نظل نتفرج على الناس وخاصة في مناطق الاحتياجات فيها ملحة، يعني يصعب على الإنسان العادي أن يظل متفرج، فما بالك بمن على الأقل يستطيعون أن يقدموا يد المساعدة وإن كان لم يكن بالمستوى المطلوب لدى البعض. يعني نحن لسنا دولة لكننا أيضا نحن مؤسسة فاعلة، نحن
بدأنا نثبت جدارتنا في الميدان، وسنعمل بكل ما نستطيع لأن نصل إلى هؤلاء الناس. لن يقيم أعمالنا سوى الله، ولن يقيم أعمالنا سوى الناس الذين لامسنا احتياجاتهم في الميدان. فيما يتعلق بسؤالك، الحقيقة مثل هذا المشروع، في أي مشروع نضع ميزانية ابتدائية ونسير عليها حتى تسير الخطة وفق ما هو يعني ما هو مرغوب. لكن هذا المشروع كنا نعمل فيه يعني بروح مختلفة، نعمل فيه بقلوبنا، وبالتالي كان كل مشروع أحيانا يحتاج إلى زيادة. كنا أحيانا نقول سنتدارس الأمر، لكن الإجابة كانت تأتي بعد ربع ساعة: لا، سنرفع ميزانية هذا المشروع. ورغم أنه الميزانية أيضا في إطار المشروعات التي نفذت تظل محدودة، لكن أعتقد أن المستقبل سيكون واعد، وستكون هناك يعني مشاريع أكبر وأكبر سنراعي فيها فئات مستهدفة أكبر ومناطق أكبر بإذن الله. عند مسألة المستقبل، يعني أيضا ليعرف المتابعين والجمهور، يعني سمعت، لا أدري مدى دقة المعلومة، أن المؤسسة ستعمل على، ليس فقط قدمت هذه المشاريع، لكن ستعمل على رعاية بعض المشاريع ومتابعتها. هناك ربما يعني المعلم الطوعي في مدرسة تكفلت له المؤسسة في حريب قريبا، براتب. حدثين عن هذه الفكرة، يعني لم تتخلوا فقط، يعني هناك من يقدم المشروع وانتم مستمروا. يعني أولا أنا أحيانا أكون ضيفة على المساء اليمني، لأول مرة أتمنى ألا تنتهي هذه الحلقة وأن يظل المساء اليمني إلى الصباح نتحدث فيه عن حيث الإنسان وعن أنشطة ومشاريع المؤسسة. الحقيقة في رمضان هذا نحن نفذنا أيضا بجانب حيث الإنسان مشاريع إغاثة فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية لمنطقة حجور، وأيضا فيما يتعلق بالمساعدات لأهالي المختطفين والمعتقلين الموجودين في السجون. فإذا نحن في تفاعل دائم، يعني هذا الشهر كان كريما معنا فوفقنا لأن نكون مع هؤلاء الناس. في الحقيقة أنه نحن نريد أن نتعامل مع المشروعات السابقة والمشروعات المستقبلية فيما يتعلق مع حيث الإنسان على هيئة حزمة مستمرة، بمعنى أننا سنعمل على متابعة المشاريع السابقة، لن ننقطع عنها، سنتابع تطورها. أيضا إذا وجدنا فرصة لتنميتها وتوسيعها سنعمل على ذلك. أيضا بالنسبة للمستهدفين الذين يحتاجون إلى مساعدات إضافية، يعني مثل المعلم الذي كان يتطوع لتعليم الأطفال تحت الشجر، نحن أيضا على صعيد هذا المعلم سنساهم إن شاء الله في ترشيحه لجائزة المعلم الدولية. أيضا سنحرص قدر الإمكان على أن نستمر في متابعة الفصول الدراسية، المراكز الطبية وتطويرها كما أسلفت. هذا من جانب. أما جانب المشروعات المستقبلية، أيضا نحن سنعمل في نفس المجالات، ولكن أعتقد أن المستقبل لهذه المشروعات سيكون بموازنة أكبر وأيضا بمواصفات أفضل بإذن الله. نعم. إذن حيث الإنسان، هل نتوقع استمراره مستقبلا أو سنشاهد الجزء الثاني منه في رمضان المقبل؟ طالما استمر الإنسان الذي يحتاج للدعم والمساعدة فحيث الإنسان سيستمر، لأنه مكاننا الحقيقي هناك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق ببرنامج حيث الإنسان، هو برنامج وليد لا يمكن أن نتخلى عنه دون أن يمشي، دون أن يسير. سنظل في هذا البرنامج حتى يعني يقف على قدميه وحتى يصبح مشروعا كبيرا بحد ذاته. إذن لو انتقلت لك أستاذة هنا، ما مدى إمكانية تمنيكم أيضا لتنفيذ حيث الإنسان مستقبلا ك يعني قناة تابعت البرنامج وكشركة منفذة؟ والله طالما في وعود إن شاء الله يعني
يعني احنا بالعكس احنا بنحاول نقتنص اي فرصه انه ان احنا نكون مساهمين في عمل الخير يعني. ولذلك كان هناك تحدي كبير بانه الناس في رمضان بتعمل برامج عشان تسليه وتكسب وعلاء. ايوه بالضبط. فكيف احنا ممكن نعمل برنامج فعلا تصل الفكره يعني؟ هي احنا عملنا برامج استفاد 30 يعني، هي 30 حلقه لكن المستفيدين طلعوا بالمئات يعني، لم يكونوا بالالاف الحمد لله. لكن الفكرة أنه كيف توصل الفكرة نفسها، أنه كيف إحنا نوصل للناس أنه إحنا مش لازم ننتظر إلى أن تنتهي الحرب عشان إحنا نبدأ نتكاتف مع بعض ونبدأ ننقذ جيل يعني. فكانت هذه الفكرة زي ما قلت يعني احتمال تطول لا سمح الله بالضبط. وبالتالي هناك جيل صيادية. طيب الفكرة يعني الكسب، وأنت تحدثي عن أنه لا تسعون إلى الكسب ولكن سعيتم لأن يكسب الناس من خلال الجوائز اليومية على أسئلة بسيطة، كان الفكرة منها أن يتابع الفيلم أو القصة. حدثينا عن هذه النقطة ومدى تفاعل الناس من خلال الرسائل التي كانت تصلكم يوميا. نعم، كان هناك أيضا فكرة بأنه إحنا محتاجين يكون البرنامج خفيف ولطيف في رمضان أصلا، والقصص هي في بدايتها مؤلمة. أي نعم النهاية بتكون لطيفة بس في بدايتها مؤلمة، لأن إحنا بنستعرض أصلا المشكلة. كانت الفكرة أنه إحنا ممكن نعمل أسئلة وجوائز وهذا الأمور. فكانت أيضا فكرة أن الأسئلة تكون من ضمن القصة اللي إحنا بنتناولها. أولا أنه الناس تشوف، مش تشوف لانه بس مشاهده وبس، لا، لان احنا محتاجين ان الفكره توصل. فبالتالي كان في نحتاج انه احنا كيف نربط ايضا بعض المشاهدين انهم يشوفوا هذه القصه يعني، وكيف توصلهم الفكره. فكانت هذه الاسئله يعني. والاول مره كان البرنامج في قناه بلقيس يكون مسابقات وكذا يعني. وحرصنا ايضا انه يشارك كل الناس من دون ما يدفعوا اي شيء، من دون ما يتكلف يعني بفلوس، لان احنا مش يعني الفكره يعني احنا لا نستفيد من هذا البرنامج، القناه لا تستفيد من هذا البرنامج، ولكن المستفيد في الاخير هو المواطن اليمني. وايضا الاستاذه مسك يعني ربما التزمت امام الجمهور بانه سيتم دعم البرنامج طالما وجد حيث الانسان عبر مؤسسه توكل كرمان. ما الذي يمكن ان تقدمه انتم او تضيفوه فنيا ليخرج البرنامج بحله جديده ربما متطور اكثر؟ ما هي الافكار التي لديكم؟ احنا طبعا اخر حلقه البرنامج حيث الانسان كانت اليوم. احنا على موعد مع جميع طاقم البرنامج سواء كانوا المحررين او الفنيين او كاتبي القصص او التفاصيل كامله، انه احنا بيكون في لقاء في اجتماع بنسرد فيه كل الصعوبات اللي واجهتنا، كل لانه هذه اول تجربه لنا ان احنا نعملها. فبالتالي احنا تجربتنا هذه لازم نخرج منها بدروس وعبر ايضا يعني. فاحنا حنجلس ومعنا لقاء ان شاء الله بعد اجازه العيد للفريق كامل، وحنكتب فيها كل التفاصيل اللي عشناها ابتداء من كتابة الأفكار مرورا بتنفيذ المشاريع وانتهاء بكتابة بمنتجة الحلقات وعرضها على الشاشة. كل هذه الأمور بتكتب بحيث أنه إن شاء الله إذا توفر الدعم للسنة القادمة حنطور من هذه الأفكار، حنحاول أن احنا نشتغل تحت ضغط أقل لأنه كان الضغط كبير جدا. أيوة يعني لأنه كان في ضغط كبير، فنحاول أن احنا نشتغل بأقل كلفة من الجهد والأدرينالين العالي يعني. كان فعلا في أدرينالين، وأنا أعتقد أنه أغلبية اللي يشتغلوا في البرنامج وعلى رأسهم الأخ منصور النقاش، أيضا الأخت إلهام، أستاذ أحمد الزرقة، يعني انهكوا بمعنى الكلمة. احنا محتاجين من المؤسسة انها تعمل لنا اسبوع راحة في اي مكان رحلة ترفيهية قبل ما نبدأ نتكلم عن الموسم الجاي، لانه فعلا كان في ادرينالين. من ضمن الادرينالين وانا ضروري اتكلم عن هذه التجربة، انه احنا في مشروع بدأنا نشتغل فيه الجوف لعائلة كانت المعيل الرجل كان معاق وكان معه أسرة عبارة عن 5 أطفال و3 نساء. فسألناهم أنه كيف ممكن إحنا ندعمكم، فقالوا أن إحنا نوفر لهم 20 رأس غنم يعني. وفرنا لهم ما طلبوه وعملنا لهم أيضا بيت خاص للغنم، وفرنا أيضا العلف وهذه التفاصيل. وبينما إحنا كنا خلصنا المشروع وصورنا وكل شيء والحمد لله وصلتنا الصور وكنا سعيدين يعني. كان الصور اللي بتوصلنا
بتريحنا شوية. بعد أسبوع يبلغنا مراسلنا في الجوف بأن هذه العائلة بينما هم بيحطبوا انفجر بهم لغم وماتت العائلة كاملة ما عدا امرأة واحدة وطفلين. المعيل المعاق قتل، ما توفي، النساء أيضا توفوا. جلسنا يعني يومين ما بين ايضا ضغط العمل. هناك قصص محزنه في قصص اخرى محزنه يعني. فيعني الى جانب الادرينالين والضغط ايضا كان هناك في حزن. احيانا تاتيك رساله بانه انت تعمل يعني في 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 تحفر في في بحر يعني. بينما انه تجاوزنا بعد يومين من الزعل والحزن والدموع ايضا تجاوزنا وحاولنا ان احنا نستمر يعني. إذن يعني لو انتقلت لك أخيرا أستاذة مسك حول يعني آخر الأفكار التي ممكن أن يعني تعملون عليها بالنسبة لحيث الإنسان، المشاريع القادمة، ما الذي يعني على مستوى المؤسسة هناك بالتأكيد جديد بالنسبة لكم؟ كم معي وقت أولا؟ دقيقة سنسرق دقيقة أخرى من الأخبار. بالنسبة لي أولا حينما نتحدث عن برنامج حيث الإنسان، يعني الدعم المستقبلي لهذا البرنامج هو ليس يعني وعود من أفراد. الحقيقة بعد أول حلقة تواصلت معنا السيدة توكل وقالت مثل هذا البرنامج سنتبناه، ويعني بين فترة وأخرى يعني سيكون هناك كما يقال فترة برامجية لحيث الإنسان. فهو ليس وعد بل صار التزام، ونحن معنيين بتنفيذه كون يعني الداعم متحمس مع هذه الفكرة متمثلا بالسيدة توكل. هذا أولا حتى نقول أنه ليست وعود وإنما صارت بإذن الله التزامات. أما بالنسبة للأفكار المستقبلية لهذا البرنامج، كما قلت لك نحن سنعمل في إطار المجالات، ولكن سنستهدف أيضا مناطق جديدة. مئات الرسائل تصل إلينا من مناطق مختلفة بعد مشاهدتهم لهذا البرنامج. يعني تخيلي الناس في رمضان الكثير منهم مشغولين بالمسلسلات الرمضانية، لكن استطاع هذا البرنامج أن يحصد نسبة مشاهدات كبيرة، ومن كل المناطق يتواصلون معنا أناس وناشطين مجتمعيين وناشطين محليين يمدون بأسماء مناطق واحتياجات. هذا يدل على أن هناك تفاعل كبير. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أوجه شكري لكل طاقم البرنامج، سواء في الشركة المنتجة بلقيس ميديا أو قناة بلقيس وفريق المؤسسة. أوجه وأخص الشكر الأستاذة هناء مرة أخرى، السيد أحمد الزرقة مدير القناة، منصور النقاش منتج البرنامج، منير باحداد الذي تولى الإدارة العملية الإخراجية، رضا الحلبي المدير المالي. أشكر كل الكتاب الذين تفاعلوا مع المشاهد التصويرية وكتبوها بقلوبهم قبل أن تشاهدها عيونهم. أشكر كل العاملين في الميدان الذين تحملوا صعوبة الظروف وأيضا خاطروا بأنفسهم وأرواحهم للوصول إلى الفئة المستهدفة. أشكر أيضا صوت آسيا ثابت الذي كان يرافقنا، وأيضا الأخ عبد الله الحرازي الذين نعم يعني بصراحة سأكتبون بصوتكم. أشكر طاقم المونتاج، أشكر جمهورنا الكريم الذي تفاعل معنا وأيضا عاش تفاصيل هذا البرنامج. كذلك الجمهور العاملين للفنيين وراء إنتاج وإخراج برنامج بالضبط. فلا نستطيع أن نقول إلا شكرا. نعم لا أنسى أيضا بالتأكيد في مسألة الشكر إنما موصول هو للجميع. وإن شاء الله يعني أنا أزف لهم البشرى، إن شاء الله سيكون هناك حيث الإنسان 2 و3 و4 إلى أن تنتهي هذه الإشكاليات ولا يحتاج الإنسان اليمني لأي شيء. إذن شكري الجزيل لكما أستاذة هنا صالح مدير شركة بلقيس ميديا على وجودك معنا في هذه الحلقة، وشكر لك أيضا أستاذة مسك الجنيد المدير التنفيذي لمؤسسة توكل كرمان، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بخير.